من دبي مع دكتور زهير خشيم استشاري العلاج النفسي. مساء الخير، اهلا بك معنا. ليصل الطفل لهذه المرحله، ما الاسباب؟ وربما من خلالها نعرف نصائح عن للعلاج. الاسباب فقط يعني التاثر بشخصيه رئيسه جذبتهم بمسلسل معين، ام ثمه اسباب اخرى؟ حياكم الله واهلا وسهلا بكم. في الحقيقه هنا نحن بنلوم الاطفال كثير، ولكن فين الأب؟ فين غياب الأب؟ فين غياب الأسرة؟ الأب مسؤول ما بيخلي ابنه بيتعامل مع جيم معين، ليش ما شاف الجيم هذا أو قرأ عنه البريمو حقه؟ فكرة الجيم هذه إيش؟ هل هي مناسبة لطفله أو غير مناسبة؟ في ألعاب هيك مثل الحوت الأزرق يمكن كان كمان حكينا عنه، إيه مسلسل هيدا، مسلسل تلفزيوني. طيب مسلسل التلفزيون، حتى المسلسلات لها بريمو. انا بخش على الـ على الـ على الشاهد، وبخش على النت وبشوف البريمو تبع اي مسلسل، هل هو مناسب لابني ام لا. احنا بنكون طفل، الطفل هذا اذا ما تكون صح في جو البيت العائلي، البيت الجميل اللي فيه هدوء وفيه رعايه ورقابه، بعد كده الطفل هذا بيصير مراهق، والمراهق طيب في صحيح دائما بنحكى هالحديث اللي هو يعني اكيد للكل منطقي، بس ما في كمان دائما ينحط اللوم على الاهل؟ يعني عمليا على الارض صعب الموضوع، السيطره التامه على الاطفال. سيد زهير، يعني في مين بيدفع الفلوس؟ حتى لو كان في عائله مهتمه، غير العائلات المهمله، حتى لو كان في عائله مهتمه بيدفع الفاتوره الطفل طبعا. بس سؤال، يعني كيف يجب ان يتعامل الاهالي مع اطفالهم للخروج باقل الخسائر على الاقل؟ يعني عندما يتعرض طفل لمشاهده هكذا مشاهد أو للعب هكذا ألعاب خطيرة، تكون الخسائر أقل كردات فعل عليها؟ والله الصدمة هذه محتاجة إلى معالج نفساني شاطر، بحيث أنه بيقول له يفهمه، ويحاول يفهمه أنه هذا كان مسلسل وأفلام كرتون وهذا خيال. بيحاول لازم يفهموا الحتة هذه، أنه في فرق بين الواقع والخيال. زي كانوا الأولاد عندي في البيت يتفرجوا على الكرتون، فبقول له هذا كرتون وليس حقيقة. قال عارف هذا كرتون، كرتون صار اسمه كرتون. اي حاجه كانت تحصل كنت اقول له هذه زي الكرتون. الوالدين التربيه، غياب الوالدين والتربيه والاستشارات مع 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 الاستشاري النفساني مهمه جدا في التعديل. والفضول يمكن كمان شق مهم دكتور زهير، انه فضول حتى سواء كانت شخصيه حقيقيه بالنسبه له او كرتون، فضول انه يعمل نفس الشغلات. والله نحن الكبار نفس الشيء، حتى نحن الكبار بنشوف التمثيليه، بنشوف عندنا فضول نتفرج عليها نشوفها. واحيانا مثلا انا امس شفت في التمثيليه شيخ جليل، انا ابغى اكون زي الشيخ الجليل هذا، قدوه وطريقه تفاهمه وطريقه تعامله. فما بالك الاطفال كمان، هو بيشوف واحد في يده قوه وبيده مسدس ويده رشاش يبغى يكون زيه. لكن هنا يجي دور الوالدين، دور العيله، انه هذا خيال، هذا مسلسل. طيب بس انا التوعيه والمراقبه صحيح، بس المرحله النفسيه هي متعلقه بالطفل، يعني مش بكل الحالات لان نصل لمرحله محاوله الانتحار. يعني هذه حاله متفاقمه جدا، حتى لو تم تاثير بالاطفال بس لدرجه الانتحار. لدرجه الانتحار، الطفل هذا غير سوي، الطفل هذا كان مهمل متروك. العائله كانت بعيده عنه، الوالدين كانوا بعيد عنه، اتفرج على المسلسل هذا اثر عليه. شايف؟ لازم نزرع في اطفالنا القيم والمبادئ والاخلاق، اذا ما بدا زرعناه وعلمناه وفهمناه المبادئ والقيم والاخلاق، حيطلع طفل ضايع، اي موده توديه تجيبه. نعم. زي المسلسل هذا وداه جابه، وهكذا. مسلسل صحيح. مسلسل ثاني ومسلسل اخر. ما زرعنا القيم والاخلاق في اطفالنا. أنا أشكرك جزيلا. من دبي دكتور زهير استشاري العلاج النفسي زهير خشيم.